الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الأوضاع بالمنطقة. استعرض الاتصال نتائج جولة مفاوضات الدوحة على مدار اليومين الماضيين بشأن التوصل لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة. وعن الوضع الإقليمي، أكد الرئيس السيسي استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف في المنطقة للحث على عدم التصعيد وضبط النفس، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حلقة مفرغة من المواجهات والعنف. الاتصال تطرق أيضا للوضع في السودان، حيث شدد الرئيس السيسي على الموقف المصري المبدئي من الأزمة السودانية وحرص مصر على وقف إطلاق النار بشكل عاجل وتثمينها لكافة المبادرات ذات الصلة. يترأس رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعا اليوم بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب السياسية والحوار الوطني وعدد من الشخصيات العامة لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وصرح الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع أن الاجتماع سيكون إذانا للجنة شؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن تبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها بشأن إعداد وصياغة مسودة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية تمهيدا لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على خيام النازحين وعدة مناطق بمدينتي غزة وخان يونس. وشنت طائرات الاحتلال غارة على شارع صلاح الدين الرئيسي بين كافة مناطق القطاع وفي منطقة السطر الشرقي بمدينة خان يونس. كما شنت طائرات الاحتلال 3 غارات في محيط المدخل الجنوبي لبلدة الزويدة وحي الشيخ رضوان وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية بحي تل السلطان غرب رفح. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طول كرم شمال غرب الضفة الغربية. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن آليتين عسكريتين اقتحمتا المدينة من محورها الجنوبي وجابتا شوارع المدينة. وفي سياق متصل اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة يعبد غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. أطلق خلالها الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. هذا وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية أول إصابة بفيروس شلل الأطفال في المحافظات الجنوبية، وذلك في مدينة دير البلح لطفل يبلغ من العمر 10 شهور لم يتلقى أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال. وأكدت الوزارة أنها ستنفذ حملة تطعيم خلال الأيام القليلة المقبلة تستهدف الأطفال تحت سن 10 سنوات، حيث تم توفير 1,200,000 جرعة من شلل الأطفال النوع الثاني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. وشددت وزارة الصحة الفلسطينية على أن استمرار العدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة قد نجم عنه كارثة صحية. قتل 6 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية في جنوب لبنان. هذا وتصاعدت التوترات في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة أسفر عن سقوط قتلى وألقت إسرائيل باللوم فيه على حزب الله. كما ردت إسرائيل باغتيال أحد كبار قادة الحزب في ضواحي بيروت. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير زورق مسير تابع لقوات الحوثي في البحر الأحمر. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه تم تحديد أن الزورق المسير شكل تهديدا واضحا وحتميا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية بالمنطقة. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.